معنا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. ولو أن مغادرة الوفد المصري لاجتماعات وزراء الخارجية العرب أثناء كلمة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا هي الحدث الأبرز في هذا اليوم، ولكن أطلعنا أحمد على أهم ما تم التباحث فيه أو حتى التوافق حوله في هذه الاجتماعات. في الواقع تسابيح هذا الاجتماع كان يعني اجتماعا عاديا من حيث دورية انعقاده، فهو اجتماع الدورة رقم 158 لمجلس الجامعة العربية، لكنه لم يكن عاديا على مستوى الأحداث التي شهدها الاجتماع، حيث شهد انسحابا نادرا للوفد المصري من جلسة اجتماع وزراء خارجية العرب، وذلك لتسجيل يعني اعتراض مصر أو تحفظ مصر على تمثيل نجلاء المنقوش كما ذكرتي لبلادها وزيرة خارجية ليبيا في حكومة الوحدة، على اعتبار أن هذه الحكومة منتهية ولايتها. المنقوش ردت على ذلك بأن يعني هي لها الحق في تمثيل بلادها على اعتبار وفقا للمواثيق الدولية واتفاق الصخيرات على حد وصفها. لكن من جانب آخر يعني يمكن أن نقول أن هذا الموقف المصري ربما لفت الأنظار وسحب الأنظار ناحية هذا الموقف بعيدا عن الاجتماع والبنود المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع. الأمين العام للجامعة العربية أحمد بلوغيت حاول يعني استعادة الأنظار من جديد ناحية هذه الموضوعات الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع، والتركيز حاول التركيز على الجانب الإيجابي في هذا الاجتماع، وهو المشاركة الواسعة من وزراء الخارجية العرب، حيث أكد أن هذا الاجتماع شهد مشاركة 20 وزير من وزراء الخارجية ووزراء الدولة العرب. نعم أحمد. وهو رقم يفوق الأعداد التي كانت تشارك في المعتاد 14 وزيرا في الاجتماعات السابقة. من جانب آخر أكد الأمين العام على أن القمة العربية ستعقد في موعدها مطلع نوفمبر المقبل وفي الجزائر، ولا حديث عن تأجيل القمة أو تغيير مكانها. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا جزيلا لك.